المعدل بتاع الاسانسير 3 متر في الثانية بقى. في عندنا مطعم دوار في الدور الستين، مطعم بيلف الساعة على بعد اللفة الكاملة، وفي الكافيه اللي احنا هننزل قدامه آخر حاجة بيقول لك في الدور الواحد ونص. جت الدقيقة ده اتنفق عهد الرئيس جمال عبد الناصر سنة 61، وابتدى الشغل فيه من 56، افتتح في 61. بعد 5 سنين تقريبا معمول كله على شكل ظهر كلوتس، معمول 3 سنين وكان ماشي كله على مية. وكان ماشي كله على 100.